أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: ما المقصود بقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ من يرد فيه يعني في الحرم والمشاعر، من يرد فيه بإلحاد في أيامه أو في مكانه إلحاد بظلم، والإلحاد هو الخروج عن طاعة الله عز وجل بظلم، يريد أن يعتدي وأن يظلم الناس وأن يجعل الحج شعارات ونخوات جاهلية كما كان في زمن الجاهلية الأولى. فالحج عبادة لله عز وجل، تآلف وتعارف وتوافق وتعاون على البر والتقوى، هذا المراد بالحج. نعم.